الكاهي اليوم كتير قوية، كتير أحلى من المهلبية. تمام؟ طيب يا كابتن، حركة كيك أب أون ماي هيد، بس هعمل حركة السوستة أوكي على الرأس. طيب قبل ما أتعلم الحركة ديت، علشان طبعا هي الحركة ممكن نقول لو مبتدئ تبقى صعبة عليك، لكن لو أنت متقن السوستة لوحدها، أدي واحد، وبعدين متقن السوستة بقى على الرأس، يا ريت تتابع الروابط. هنلاقي في رابط فوق بيقول لك اتعلم الكيك أب السوستة لوحدها، وفي رابط بيقول لك اتعلم السوستة على الرأس بإيدك. طيب اما المرحله دي طبعا هي مرحله محترفين. ازاي يا كابتن اني اعمل حركه السوسته بس وانا ايدي متكتفه؟ ممكن مثلا ايه، لا قدر الله حد خطفك، راح ربطك، راح عمل اي حاجه، فانت ايه متكتف كده بام، رحت عملت الكيك اب السوسته. طيب اول حاجه دلوقتي يا كابتن، انا لازم اكون بعرف اعمل السوسته ايه على الراس. اوكي، اللي هي بحط ايدي كده برمي، تمام، بحط ايدي وبرمي. طيب دي ليها فيديو لوحده، يا ريت تشوفوه علشان تعرف تتعلم دي. اما اللي بيعرف يعمل دي بقى يجي يعمل دي معايا. تمام، انت كده تتحول تبقى ايه، ايرون مان، يو هاف ايرون هيد. اوكي، هيكون عندك ايه، رأس حديدي. طيب اول حاجه دلوقتي هعمل ايه، هنزل على ركبتي الاثنين، تمام، ايدي الاثنين هما ماسكين كده متكتفين كده، عشان مالكش دخلة يا عم، لا متكتفين حقيقي اهو. اوكي، طيب هبدا دلوقتي ان انا احط ايه، راسي، هبدا ان انا انزل بصوا راسي كده. تمام، طيب بصوا معايا بقى، يعني هو نفس التكنيك بتاع السوسته على الراس وانت حاطط ايدك، هو نفس التكنيك، بس الفرق ان هنا ايه، بتعمل بوش سترونج، بوش دفع قويه جدا. اوكي، نوت ويك، مش ضعيفه، بتعمل دفع قويه جدا. اوكي، يبقى انا ابدا احط راسي، ها، واقوم ركبتي الاثنين كده، شايفين، وضح هو، بصوا، ها، اعمل كده، وضح لك كده على ايدي، شفتوا؟ وطبعا لما اجي اتمرن حركه اتمرن على مكان امن، مش واحد يقول لي يا كابتن انا جيت اتمرنت وقعت على راسي. لا مرة في مكان امن، طريق السفنج يا حبيبي، ماشي. دلوقتي اول حاجه انا اعملها ايه، هتدحرج اهو، ايدي متكتفه كده، تمام، واحط راسي بصوا كده، حلو. واحد يعمل ازاي؟ لا، واحد يروح نازل لي بوشه كده، ولا واحد ياكل النجيله ببقه، لا، انزل براسك كلها. اوكي، يبقى انزل براسي واتدحرج اهوت، ها، طلع ركب واتدحرج. طيب بص معايا يا معلم، انت حطيت راسك، اوكي، قمت بوسطك، تمام، جيت في الوضع بتاع السوسته، روح بقى ايه، رامي السوسته، بس امتى تعمل بوش، تعمل الكيك اب بتاعتك؟ هقول لك امتى. بص معايا، مش عايز حد وهو لسه بيطلع يرمي السوسته بتاعتك، تمام. انا اول حاجه بس هعمل مثلا بالايد، زي ما قلت هعمل بايدي ازاي، اهو قمت على راسي، جسمي نزل لتحت، رميت، دفعت بايدي، لكن هنا انت، اوكي، dont use your hands، مش تستخدم ايدك خالص. يبقى انا دلوقتي هنزل اهو، تمام، مش عايزك تستعجل انك تعمل سيت ابس، عشان في ناس قالك ازاي، لا مش هينفع، في ناس قاعده بتحط راسها، راسها تعمل كده، تمام، تروح واقعه بالشكل ده، نو، ما تغلطش خالص. يبقى انت بقى قوم، او قمت عملت التحرجه على راسك، ها، بتيجي لقدام، شفت مثلا ايه، تيجي قدام كده، تمام، ادفع بقى دفعه قويه جدا اهوت، ديت، تمام، لقيت سودانيه طلعت قشره. اوكي، اهوت يا كابتن، تمام، ها، قوم خدها دايركت، ما تحطش جزء جزء، يعني مثلا ايه، خد الدحرجه بتاعتك مثلا ايه، سريع كده، بص، اتدحرج بسرعه كده. اوكي، ها، اهوت، تمام، قوم امشي اضرب، قمت على راسك، استنى مؤخرتك، مؤخرتك ايه، استنى وسطك ينزل، اضرب دفعه قويه جدا، كتير، جامده قوي. ممكن تعمل حركه تقع وقعه 2 3 4 عادي، بس ايه، هتعملها تاني، هتيجي معاك ان شاء الله، لكن تتمرن في مكان ايه، امن. يا كابتن اهوت، ها، نزلت في الارض، ولا جنب تاني، يا رب. بصوا يا جماعه، في اطفال كده وفي اطفال بتشل، تمام، يبقى اهوت، اوكي، ايدي هيت، تمام، هطلع، تمام، هطلع زي كده، ها، بصوا، مرميش من هنا، في ناس تاني من هنا، لا اهي، بص، انزل، وانا بنزل 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 ارمي، وانت وسطك بنزل تحت، ارمي، اقفز اهوت، حطيت، ها، بسرعه، ممكن اعمل كده، ها، انزل، ها، احطه، تمام، استنى، من وسطي ارمي النيل، ها، اهو، وقفت كده، مش من هنا، لا، انزل كده، وروح دايف، اخر واحده
اهوت اوكي. طبعا دي حركه الكيك اب اون ماي هيد وذ ماي هاندز، حركه يا كابتن السوست على الدماغ من غير استخدم ايدي. انا فعلا كتير لازم اكون بعرف اتكون السوست على الدماغ بايدي، اشوف الفيديو قبلها عشان اعرف اتعلمها. اتمرن في مكان امن، انزل براسي، احط اتدحرج كتير، محاولات هشرح معاكم بالتدريج هعمل ايه. تمام، استمرار يا شطار، هتبقوا عيل احلى من الفشار.